السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي متابعي دورة البراغماتكس. اليوم إن شاء الله سننتقل إلى الدرس 16 lesson 16. هاي محتوياته، راح نتناول تصنيفين. التصنيف الأول سيرلز أو سيرل سيرلز تاكسونومي أوف إليكيوشنري أكس، ويشمل خمس أنواع: representatives أو assertives، يعني نفس المعنى لكن التسميات مختلفة. راح نجي لهم بالتفصيل طبعا كلهم: directives, commissives, expressives و declaratives. وفي عنا التصنيف الثاني للإلكيوشنري أكس اللي هو تصنيف أوستن. أوستن تصنيفه مختلف بالشابه زي ما انتم شايفين في نمبر 3 commissives. أوستن بصنف الإلكيوشنري أكس. طبعا إذا بدك تعرف الإلكيوشنري أكس إيش معناها الإلكيوشنري أكس كذا، ترجع للدروس السابقة شرحناها بالتفصيل. في عنا فيرتيكتيفز وإكسيرتيفز وكوميسيفز وإكسبوزيتيفز وبيهابيتيفز. فهاي التصنيفات اللي هي خاصة بأوستن. الآن خلينا ننتقل لسيرل. جون سيرل أو جون سيرل هو يعني زي ما أنتم ملاحظين American philosopher، هو فيلسوف أمريكي. He was born on the 31st of July 1932، يعني هسه عجوز إذا ولد في الـ 32. He is the professor of philosophy of mind and language and professor of graduate school at the University of California. هاي يعني بعض المعلومات عن جون سيرل على أساس نعرف إنه هو يعني American philosopher. زي ما حكينا إنه له تصنيف للإلكيوشنري أكس، وقسم الإلكيوشنري أكس إلى five categories، يعني خمس أصناف. خلينا نأخذهم واحد واحد، نأخذ عليهم بعض الأمثلة. النوع الأول سماه representatives أو assertives. شو بقصد فيه الكلام؟ بقصد فيه إنه statement that may be judged true or false. يعني عندنا خلينا نقول جملة ممكن تحتمل إنها تكون صواب أو خطأ. فهذه الجملة أطلق عليها اسم representatives أو assertive. Here the speaker asserts a proposition to be true using the verbs as. الآن خلينا نأخذ يعني أحيانا نشوف إنه بيستخدم بعض الأفعال، أحيانا بيكون لما نتكلم عن الفاكتس أو الستيتمنتس بتكلم بدون أفعال. يعني خلينا أوضح أكثر. لما أقول the earth is round، هاي الستيتمنت تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ لأنها جملة، يعني الأرض دائرية. الأرض دائرية أو شكل الأرض دائري، يعني هذا جملة تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. طبعا بعض الناس بيقول لك لا هاي حقيقة، ماشي اعتبرناها حقيقة، لكن أنا بحكي كجملة. يعني ممكن لو قالها واحد مثلا في السابق ممكن تحتمل الخطأ وتحتمل الصواب. حتى في العصر الحاضر بعض الناس لا يعتقد بهذا الكلام. المهم الآن الإنسان اللي عاوز إنه يأكد كلامه باستخدام هاي الأفعال بيستخدم أفعال مثل affirm, believe, think, conclude, deny, report. إذا هو يؤكد الفرضية أو الافتراض أنه صحيح باستخدام هاي الأفعال. مثلا the earth is round، هو بدي أكد هذا الكلام باستخدام هذا الفعل. ف he asserts it by saying I believe the earth is round. مثلا he is a liar، هاي الجملة قد تحتمل الصواب أو الخطأ زي ما قلنا.
he is a liar, هو كذاب، قد يكون كذاب وقد يكون صادق. لكن بيجي إنسان بده يأكد هذا الافتراض، بقول لك I think، إذا استخدم الفعل think، I think he is a liar. ممكن واحد بأكد باستخدام الفعل affirm، بقول لك I affirm he is a liar، أو I believe، أو I deny، أنا أنكر إنه كذاب، وهكذا. فهاي الأفعال بتدل على إنه أنت يعني بتستخدم النوع الأول من التصنيف أو الـ speech acts، التصنيف الأول للـ speech acts أو اللوكيوشنري acts اللي هو representatives أو assertives. إذا لاحظنا إنه ممكن يكون الستيتمنت هاي بدون فعل وتتكلم عن fact، أو تتكلم عن statement يعني تحتمل الخطأ والصواب، وأنت تؤكد هذا الكلام باستخدام أفعال مثل believe و think و affirm وما إلى ذلك. إذا هذا هو التصنيف الأول أو النوع الأول لـ illocutionary acts. النوع الثاني اللي هو directives. Directives يعني قريبة أو مأخوذة من directions، يعني معناها في تعليمات. Here the speaker tries to make the hearer do something. إذا المتحدث بصدر تعليمات للسامع على أساس أنه يقوم بعمل معين. منلاحظ هذا الكلام قد يكون بهذه الأفعال اللي هي استخدام الأفعال ask أو challenge أو command أو dare أو invite أو request أو beg يتوسل يعني، وقد يكون بدونها. مثلا في عندنا give me your pen، give me هذا أمر، يعني هو معناته السبيكر المتحدث يصدر أمر للسامع بأن يعطي قلم. الآن هذا زي ما لاحظنا انه ما في فعل من افعال الدايركتيف فيربس اللي هي ask و challenge الى اخره، لكن هنا بستخدم فعل من افعال الدايركتيفز اللي هو I order you to leave the room immediately. طبعا احنا ميزنا بين الاشياء اللي فيها فعل وما فيها فعل، زي هذا بكون يعني explicit يعني بكون امر واضح I order you أو I invite you to come to the party. فمثل هاي الأفعال اللي فيها order أو invite أو challenge أو command أو dare إلى آخره، هاي تندرج تحت directives. إذا هذا النوع هو النوع الثاني من الـ illocutionary acts حسب تصنيف سيرل. المتكلم يطلب من السامع عمل شيء ما، يعني مؤمره أنه يعمل، وقد يكون أحيانا طلب، أحيانا زي ريكوست أو دعوة، المهم يطلب منه عمل شيء. لكن في هاي الجملة مثلا في عندنا أمر، هنا أمر، هنا دعوة. تصنيف أو النوع الثالث من تصنيف سر للإليكيوشنري أكس هو كوميسيفز. كوميسيف مأخوذة من commit. Commit يعني يلزم. Here the speaker commits himself or herself to a future course of action. يعني المتحدث يلزم نفسه بفعل سيقوم فيه بالمستقبل، لازم يعني in the future. الأفعال هاي مثل guarantee, pledge, promise, swear, vow, undertake، يعني المتكلم يلزم نفسه بفعل ما مثل أضمن، جرانتي، يسدد، طبعا تلج يتعهد نفسه، بروميس يعني يعد، سوير يقسم، فاو نفس الشيء يقسم، و أندرتيك يعني يتعهد بعمل شيء معين زي بلج. فإذا قلت أنت مثلا I will repay the money، ملاحظين هنا ما في فعل من هاي الأفعال، لكن يفهم منه أنه في تعهد وإلزام المتحدث نفسه بتسديد الفلوس أو المال. هنا استخدم فعل من هاي الأفعال
I swear to tell the truth. أنا أقسم أن أقول الحقيقة. I pledge. أتعهد بالتبرع ب$500. فهنا في لاحظنا أنه زي ما بالسابق في أن أحيانا يعني ممكن نعبر عن directives بدون أفعال، ممكن نعبر عنها بأفعال، وهنا ممكن نعبر عن الكوميسيفز بأفعال مثل swear و pledge وإلى آخره، وممكن نعبر عنها بدون أفعال من هاي الأفعال، لكن ممكن نستخدم مثل will مثلا، I will repay، يعني تفيد أيضا الإلزام الشخص نفسه بفعل هذا الشيء. النوع الرابع اللي هو expressives. expressives من الفعل express. express معناها يعبر عن. فهنا the speaker المتكلم يعبر عن موقف أو عن مشاعر أو عن شيء من هذا القبيل. expresses an attitude to or about a state of affairs، عن حالة معينة، عن وضع قائم. using such verbs as apologize, appreciate, congratulate, regret, thank, welcome. إذا المتكلم يعبر عن مواقفه أو مشاعره. ملاحظين هنا يعبر عن أسفه، هنا عن تقديره، هنا عن تهنئته، ندمه، شكره، ترحيبه. فهاي الأفعال زي ما قلنا بتعبر عن أو تستخدم للتعبير عن اللي سمناه expressives. فأنت إذا قلت I apologize for being late، فأنت بتعبر عن أسفك أو اعتذارك للتأخر. I thank you for giving me the money، معناه تعبر عن شكرك. زي ما قلنا هنا استخدمنا أفعال، هنا في 3 و 4 ما استخدمنا أفعال، لكن عبرنا عن المشاعر. What a beautiful day، ما أجمل هذا اليوم. Congratulations، ألف مبروك، زي ما بقول تهانينا. فأنت هنا ما استخدمت أفعال، لكن الصيغة اللي استخدمتها هي تعبير أيضا عن المشاعر أو عن المواقف. النوع الخامس اللي هو بسموه declarations أو declaratives. The speaker alters the external status or condition of an object or situation solely by making the utterance. خلينا نوضح هذه النقطة، نوقف عندها. المتكلم يغير الوضع الراهن لحالة ما أو لموقف ما أو لشخص ما من خلال نطقه بتعبير معين. كيف يعني؟ يعني الآن في عندنا إحنا شاب وفتاة، يعني مش متزوجين، أجوا بدو يزوجوا وأجوا على الكنيسة، وفي الكنيسة القس البريست أو الكاهن قال I now pronounce you husband and wife، وقال إني أعلن أنكما أصبحتما زوجا وزوجة. الآن بعد هذا الكلام، بعد هذا التعبير، الآن تغير الوضع. لاحظين المتكلم بهاي الكلمة غير الوضع، فكانوا غير متزوجين أو غير يعني حكمهم مش حكم الزوجين، أصبحوا الآن حكمهم حكم الزوجين. مثال آخر، مثلا you are fired، أنت مفصول. الآن كلمة fired كان موظف، تغير الوضع باستخدام هذه الكلمة، أصبح غير موظف لأنه انفصل. أو I sentence you to 3 years in prison، أحكم عليك بالسجن 3 سنوات. إذن قبل نطق بهاي هاي الكلمة أو هذا التعبير كان يعني هذا الإنسان مش محكوم عليه شيء، غير محكوم عليه. الآن بالنطق تغير الوضع، تغير الوضع، أصبح محكوم عليه بالسجن 3 سنوات. فهاي بسموها declarations أو declaratives. بنطق الأترنس هذا التعبير سواء pronouns أو fire أو sentence يتغير وضع الشخص من إلى. نفس الشيء عندنا بالنسبة للزواج، لو تكلمنا عن الزواج مثلا عندنا كعرب، أنه زوجتك ابنتي على
سنة الله ورسوله بمهر كذا كذا. الآن كانوا يعني غريبين عن بعض، أصبحوا الآن في حكم المتزوجين، فتغير وضعهم، تغير الحالة. إذا هاي نمبر 5، يعني الأترانس أو سبيتش أكت يغير الوضع الشخص أو الحالة من إلى. هذا يعني ملخص للتاكسونومي. عندنا زي ما انتم شايفين البريزنتيفز، دايركتيفز، اكسبريسيفز، كوميسيفز وديكلاريتيفز، وعندنا هنا بعض الملاحظات والافعال المستخدمه. الان النوع او التصنيف الثاني، التصنيف الثاني لاوستن، طبعا بس ملاحظه يعني لاحظت انه تصنيف اوستن مش مشهور زي تصنيف سيرل. ليش؟ لانه سيرل اصلا هو اجى بعد اوستن، وبالتالي ما عجبوش التصنيف وحط التصنيف هذا اللي هو يعني مختلف عن تصنيف اوستن. لذلك احنا عملنا تصنيف اوستن بالاخير واعطينا الاولوية لتصنيف سيرل، على اساس انه بالنسبة للموجودين في الوقت الحاضر هو الاهم. لكن احنا حطيناه بالاخير على اساس انه ايضا نعطيكم فكرة عن هذا التصنيف، تصنيف اوستن للفيوشنري اكس. هذا هو اوستن، وزي ما قلنا هو اوستن يعني عاش قبل سيرل، يعني سيرل في ألف ولد في 1932، هذا ولد في 1911، يعني قبله كان. وزي ما قلنا سر ما عجبوش تصنيف أوستن وحط التصنيف اللي هو عاوزه. طيب شو كان تصنيف أوستن اللي هو ما أعجبه يعني لسرل؟ هذا هو التصنيف، وهذا تصنيف إذا أوستن للإلكيوشنري أكس. أوستن قال لك أنا بحط تصنيف هذا مؤقت، يعني كان واضح، قال tentatively يعني مؤقت، singles out five classes of illocutionary acts. النوع الأول سماه verdicts، من verdict اللي هو عملية إصدار حكم، إصدار الأحكام والتقييم وما شابه، مثلا تبرئة، تقييم، تصنيف، يعني كل هاي تقع في حكم ال verdicts. النوع الثاني exercitives اللي هو من exercise، يعني exercise يعني يمارس. يمارس ماذا؟ يمارس السلطة، القوة، التأثير. يعني تلقاه مثلا ممكن يعين، ممكن يصوت، ممكن يؤمر، ممكن يحذر. فهذا التصنيف أو النوع الثاني. النوع الثالث زي ما قلنا الشابه مع أو مشابه مع سيرل اللي هو commissives، اللي هو قلنا إنه المتحدث يلزم نفسه بعمل شيء معين، مثل يلزم نفسه بوعد أو تعهد أو قسم أو ما إلى ذلك. النوع الرابع اللي هو expositives، من expose وهو توضيح، عملية توضيح الأسباب، الحجج، ليش تواصلت مع التواصل. فهذا يعني يأتي تحت expositives. و behaviors اللي هو من behave، يعني هذا له علاقة بالسلوكيات والمواقف الاجتماعية وردود فعل الناس على الاعتذار، التهنئة، التوصية، الشكر وما إلى ذلك. فهاي هي يعني زي ما قلنا تصنيفات أوستن. وبعود أكرر إنه الفير يعني المعالجة والاهتمام بتصنيفات سيرل أكثر من تصنيفات أوستن، وأنا وضعتها هنا بس للمعلومة العامة، وعلى أساس أنه اللي حاب يتعمق فيها ممكن يرجع لها. هنا ملخص لتصنيف أوستن، وبهذا نأتي إلى نهاية الدرس السادس عشر. هذه عناويننا للتواصل، وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس السابع عشر. فأمان الله.